حياة التقاعد. احنا كنا راح نموت اخوان. الصوت حجر. ابن السجين المتوفى اذا كان موظف يتقاضى راتب تقاعدي من ابوه. ابن السجين المتوفى الغير موظف لا يتقاضى راتب. هذه رسالتكم الى الاخ ممثل احمد الساعدي، اوصوه بها. حياك الله. هذا الظلم الكبير رجاء ارفعوه عنا. كلنا راحلون وهذا اولادنا امانه بركبتكم للتقاعد ان شاء الله.